تخيل أنك تعيش في دولة تتحدد فيها هوية الرئيس ليس بأصوات الشعب فقط، بل عبر شبكة معقدة من الممثلين أو المندوبين. لأبسطها أكثر، بينما يتوجه الملايين إلى صناديق الاقتراع، تظل النتيجة النهائية معلقة بقرار هؤلاء المندوبين، والذين يمكنهم حرف مسار الانتخابات بطريقة غير متوقعة حتى لو لم تتماشى مع التصويت الشعبي. أتحدث هنا عن المجمع الانتخابي في أمريكا، أو كما يوصف بالنظام الغامض والمثير للجدل. ففيما يراه البعض ضمانة للتمثيل العادل بين الولايات، يعتبره آخرون عائقاً أمام التصويت الشعبي، خصوصاً في الانتخابات التي يفوز فيها مرشح بالمجمع الانتخابي دون أن يحظى بالأغلبية الشعبية. السؤال الكبير هنا، كيف يعمل هذا النظام؟ نظام المجمع الانتخابي نشأ في الولايات المتحدة عام 1787 خلال المؤتمر الدستوري في فيلادلفيا كجزء من دستور البلاد. في تلك الفترة كان على الآباء المؤسسين أن يختاروا الطريقة المثلى لانتخاب الرئيس، وكانوا في حيرة بين السماح للكونغرس بانتخابه أو ترك القرار بيد الشعب مباشرة. ولتحقيق توازن بين رغبة الشعب وتوزيع السلطة بشكل عادل بين الولايات، وضعوا هذا النظام الفريد كحل وسط. لماذا قلت إنه فريد أو مميز؟ هذا المجمع تم وضعه ليضمن مشاركة جميع الولايات في اختيار الرئيس ونائبه، بحيث لا تسيطر الولايات ذات الكثافة السكانية العالية على نتائج الانتخابات. لنوضح هذه النقطة بشكل أكبر، المجمع الانتخابي يتألف من 538 عضواً، ويعكس هذا العدد مجموع أعضاء الكونغرس 435 عضواً يمثلون عدد أعضاء مجلس النواب، و100 عضو يمثلون عدد أعضاء مجلس الشيوخ، إضافة إلى ثلاثة أعضاء إضافيين يمثلون واشنطن العاصمة. ولفوز المرشح الرئاسي لابد من حصوله على الأغلبية، أي 270 صوتاً. أما عن تحديد عدد الناخبين أو المندوبين في كل ولاية، فيكون حسب مجموع عدد ممثليها في مجلس النواب والشيوخ، فيختار كل حزب في الولاية لائحة من الناخبين تتعهد بالتصويت لمرشحي الحزب في حال فوزهم بأصوات الولاية، من باب الفائز يحصل على كل شيء. ببساطة أكثر، المرشح الفائز في التصويت الشعبي في أي ولاية يحصل على تصويت جميع مندوبيها بصرف النظر عن نسبة الأصوات التي حصدها مقارنة بالمرشح المنافس. خذوا مثلاً ولاية كاليفورنيا، والتي لها 54 صوتاً بالمجمع الانتخابي، وهذا العدد طبعاً يتناسب مع حجمها من حيث عدد السكان. ففي حال حصل أحد المرشحين على أغلب الأصوات بها 50.1% مثلاً، فأنه يفوز بجميع الأصوات بالمجمع الانتخابي لهذه الولاية. انتبهوا، لكن هناك استثناءات. فرغم أن الناخبين يتعهدون بالتصويت لمرشح حزبهم، إلا أن بعض الولايات تسمح لهم قانونياً بالتصويت لمرشح آخر في حالة تعرف باسم الناخب غير الملتزم. لكن بعض الولايات لديها قوانين تفرض عقوبات على الناخبين غير الملتزمين. لكن دعوني هنا أعود وأوضح أكثر كيف تتم عملية التصويت داخل المجمع الانتخابي. أعضاء هذا المجمع يجتمعون عادة في أول يوم ثلاثاء بعد الأربعاء الثاني من شهر ديسمبر، أي بعد الانتخابات العامة في ولاياتهم، إذ يدلون بأصواتهم لانتخاب الرئيس ونائبه في اقتراعين منفصلين. ثم يرسل المندوبون في كل ولاية شهادة التصويت إلى الكونغرس. وفي السادس من يناير من العام التالي، والذي سيكون 2025 هذه المرة، يتم عد أصوات مندوبي كل ولاية في جلسة مشتركة للكونغرس. ويرأس نائب رئيس الولايات المتحدة بصفته رئيس مجلس الشيوخ عملية الفرز، ويعلن نتائج التصويت. ثم يتم الإعلان عن اسمي الرئيس المنتخب ونائبه. وأخيراً يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية كرئيس للولايات المتحدة في 20 يناير، أي بعد 14 يوماً من الفرز. قبل أن نختم هذه الحلقة، سأعطيكم مثالاً عن رؤساء فازوا عن طريق المجمع الانتخابي في انتخابات 2016، ومع صدور النتائج
تفوقت المرشح الديمقراطية هيلاري كلينتون على منافسها الجمهوري حينها دونالد ترامب بالتصويت الشعبي بفارق 2.8 مليون صوت تقريباً. وعلى الرغم من ذلك خسرت كلينتون الانتخابات بسبب تفوق ترامب بالمجمع الانتخابي وحصوله على 304 أصوات مقابل 227 لكلينتون. لذا يبقى أبرز عيب لهذا النظام هو أن الفائز بأغلبية أصوات المواطنين قد يخسر الانتخابات في النهاية، وبالتالي يشعر بعض الناخبين أن أصواتهم غير مهمة، فيما تحصل ما تعرف بالولايات المتأرجحة على نفوذ أكبر وتحظى باهتمام المرشحين.